بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لأن أمثلتنا الشعبية منتج وطني وإرث حضاري وتجربة إنسانية، فإنها استحقت منا أن نتوقف عندها بالدراسة والبحث لنعرف مدى غنى هذه مدى غنى هذا الإرث ومدى قوة هذا الموروث ومدى صلاحية هذه التجربة لتستمر معنا في الحياة. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في أمثلتنا في الميزان. نحن مع أمثلتنا الشعبية الجزائرية نعرضها على ميزان الشرع والعقل لنقف على صلاحية هذه الأمثلة لتمتد معنا في الزمن. اليوم سوف نعرض واحدا من هذه الأمثلة الشعبية، فنعرضه على ميزان الشرع والعقل. يقول مثال اليوم: قلل ناسك يرتاح راسك. قلل ناسك يرتاح راسك. معنى هذا المثال أي لا تكثر من الناس الذين يحيطون بك في الحياة، فإنك إن فعلت ذلك فإنك سترتاح، سيهنأ بالك، وسوف تبتعد عنك كثير من مشكلات الحياة التي سببها كثرة اختلاط الإنسان بالناس. قلل ناسك يرتاح راسك. فهل هذا المثال حين يعرض على ميزان الشرع والعقل يكون مثال صحيح ويجب أن نستمر في أن نقول للناس قلل ناسك يرتاح راسك، أم نقول بأن هذا المثال بحاجة إلى أن يضبط ببعض الضوابط؟ الحقيقة أنه الناس في حياتنا على نوعين. هناك أناس حياتنا مرتبطة بهم ارتباط وثيق، وهؤلاء لا يمكن أن نقلل منهم، لأن وجودنا في الحياة مرتبط بهم. فالإنسان له عائلته، له رحمه، له أسرته الصغيرة والكبيرة، وهؤلاء الناس علاقتنا معهم محكومة بضوابط الشرع، أي أن الشرع هو الذي ضبط علاقتنا معهم، فالعلاقة معهم علاقة محكومة بمواثيق الله تعالى. وهؤلاء في الدائرة الصغرى لا يمكننا أن نقلل منهم. لا يمكن لإنسان أن يقول بأنه والدي كبروا والعياذ بالله، فيمكن أن أخذهم إلى مركز تاع الشيخوخة حتى يرتاحوا هناك. لا يمكن لإنسان أن يقطع صلته بإخوانه، يعني بخوته من أبويه، بدعوى أن العائلة الآن أصبحت عائلة صغيرة ولا يمكنها أن تتسع لكي تشمل هؤلاء الأقارب، لأنه القرآن الكريم كان واضحا في بعض العلاقات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هؤلاء
أولو الأرحام الذين أمرنا الله عز وجل بأن نصلهم، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فهؤلاء لا يمكن أن نتحدث على التقليل منهم. هذا الجار الذي يسكن معي في نفس العمارة، هذا الجار اللي بابه ملاصق لبابي أو ندخل إلى العبارة من نفس المبنى، لا يمكنني أن أنزعه من حياتي كأن لم يكن، فلا أشاركه فرحه ولا طرحه، مش ممكن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أن الصلة به وثيقة جدا، حتى خال النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات بأن الجار سيصبح واحدا من الورثة كالأعمام وأبناء الأخ والإخوة والأخوات. فإذا نقول بأنه هناك دائرة قريبة من الإنسان، هذه محكومة بضوابط الشرع، ومع ضوابط الشرع لا يمكن أن ننفك عنها. هناك صلة أخرى هي صلة بعيدة، صلات بعيدة. طبعا لما تحدثت مع الجار أيضا أتحدث على الناس اللي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة،
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. الذين تجمعون معهم مثلا رابطة العمل، هناك ناس يجتمعون في المكتب الواحد ويقضون مع بعض ساعات لا يقضونها مع أهلهم. لا يمكن أن تقول لي بأن هذا الإنسان يجب أن يخرج من الحياة. فهناك حد من العلاقات يجب أن يكون وأن يوجد. الآن إذا كان هناك دائرة أبعد أوسع
يعني الإنسان يختار من يدخل إلى هذه الدائرة الخاصة به ومن لا يدخل. هنا نقول فعلا بأنه الإنسان كلما كانت علاقاته كثيرة، كلما وقع على عاتقه عدد أكبر من الالتزامات، والالتزامات مع هؤلاء الأشخاص الذين حين لا نفي بالتزاماتنا تجاههم فإنهم قد يعتبون علينا، قد يخاصموننا أيضا لأننا أهملناهم، لأننا لم نشاركهم فرحهم، لأننا لم نشاركهم أيضا حزنهم، ولم نقف معهم في لحظات الشدة. فإذا هذه الدائرة الأوسع تضبط ببعض الضوابط الشرعية التي حددها القرآن الكريم والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث على أن حق الإنسان المسلم على المسلم 5، وفي رواية حق المسلم على المسلم 6. من هذه الحقوق أن الإنسان أن تبادر بالسلام على المسلم، ويتأكد عليك أن ترد على السلام، رد السلام. الإنسان ملزم بأن يرد السلام على الآخرين، وإذا الإنسان عطس أمامك وحمد الله تشمته. يعني إذا قال الإنسان، إذا عطس إنسان أمامك وقال الحمد لله، تقول له يرحمك الله. هذا من الأشياء التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقوق. وإذا كان إنسان مرضى وكان من دائرة معارفك أن تعود هذا الإنسان في بيته أو في المشفى، وإذا مات الإنسان فإننا نتبع جنازته. فإذا هناك حقوق عامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وإذا استنصحك أن تنصح له. هذه إذن قلت حقوق عامة، هذه الإنسان يستطيع أن يدير بها هذا المحيط. أما حينما يكثر الإنسان من هذه العلاقات، وخاصة إذا كان الإكثار من هذه العلاقات عن غير دراسة، أي أن الإنسان يجعل صداقات كثيرة جدا، وبعض هذه الصداقات هو لا يدري إن كانت فعلا صداقات تستحق أن يقيمها، لأنه كما جاء في الحديث الصاحب ساحب، أي أن الصاحب يأخذك معه. والإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني يختار الإنسان الأصحاب. فإذا اختيار الأصحاب يتوقف على القدرات التي يملكها هذا الإنسان. وإذا الإنسان وسع من هذه الدائرة، دائرة المعارف والأصحاب، عليه أن يعرف بأن هذه الدائرات تلزمه ببعض الأعباء وبعض الواجبات. إذا كان لا يقوى على هذه الأعباء ولا هذه الواجبات، فعليه أن يضبط هذه العلاقات وأن يتأكد من سلامة هذه الصحبة. فإذا نقول بأن هذا المثال الواقع قلنا باللي بعض الناس أكثر من الصداقات، ثم بعد ذلك ندموا ندما شديدا على كثرة هذه الصداقات، حتى قال شاعرهم: ما أكثر الناس حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وقال آخر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. فإذا الإنسان يضبط هذه الصداقات، صدقات التي تأكدت بمواثيق الله تعالى ومواثيق النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نحافظ عليها وأن لا نقلل منها. أما تلك التي نملك أن لا ندخلها إلى دائرتنا، فعلينا أن نتعلم كيف نديرها. إذن قلل ناسك يرتاح راسك، نعم نقلل فيما نملك أن نقلل، أما تلك التي أمرنا الله عز وجل بأن نصلها ف
فيجب أن نصلها إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.